مرحبا بحضراتكم مرة تانية. يمكن عدد كبير جدا من المؤسسات في مصر بتستعد للمشاركة في مؤتمر المناخ اللي هنعقد في شرم الشيخ، منها معهد علوم البحار والمصائد اللي جاهز ربما عدد كبير من الأوراق للمشاركة في هذا المؤتمر. ليه ده بيحصل؟ لأن التغيرات المناخية اللي بتأثر بشكل كبير على ملامح الحياة البحرية مهمة جدا، ويمكن رصدها هذا المعهد. هذه التغيرات لها تأثير على الشواطئ، لها تأثير على السواحل، لها تأثير على المياه، لها تأثير على الكائنات البحرية، على الشعاب المرجانية. إزاي رصدنا كل ده في معهد المصائد والبحار؟ عشان كده في مطالب ربما وضع آليات للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات. خلينا نتعرف بشكل أكثر تفصيلا مع الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، اللي ربما هيكلمنا عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين وحضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية خليني أسأل حضرتك، بالتأكيد يعني مشاركتكم هتبقى فعالة لأنكم عندكم أوراق مهمة جدا رصدتوا فيها ملامح تغيرات حصلت في الحياة البحرية المصرية، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر، على كل الكائنات اللي عايشة في هذه المياه. رصدنا إيه قبل ما نخش في استعدادنا؟ تمام سعادتك. هو نعرف بس شادة المشاهدين إيه هو التغير المناخي أو إيه هو الاحتباس الحراري. القصة بيبقى فيه على الغلاف الجوي للكرة الأرضية غاز ثاني أكسيد الكربون بليفل ستاندر معين بتركيزات معينة. نتيجة ده اتزان طبيعي. أيوة. نتيجة الثورة الصناعية للدول المتقدمة زي الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا ابتدى في انبعاث عالي جدا من ثاني أكسيد الكربون. الانبعاث العالي من ثاني الكربون يعني لو جينا بصينا نلاقي إن الصين 28% من الانبعاثات، بعديها أمريكا حوالي 20 أو 18، وبعد كده الاتحاد الأوروبي حوالي 14، وبعدين روسيا 6% من حجم الانبعاثات على الكرة الأرضية. الصناعة اللي عندهم اللي هم كسبوا منها حصل إيه؟ إن زود التركيزات بتاعت ثاني أكسيد الكربون. يعني إيه تركيزات؟ يعني أنت حضرتك لو فرضنا ندي مثال بسيط، إن غاز ثاني أكسيد الكربون ده عبارة عن غلاف إزاز. أيوه. الأشعة بتمر منه فبيدي حرارة للأوضة اللي حضرتك قاعد فيها. تمام حضرتك؟ بيحتفظ بمرور الحرارة والباقي جزء منه بينعكس. لو فرضنا إن جوه الأوضة دي عملت دبل إزاز تاني زود التركيز بتاع ثاني اكسيد الكربون كانك غلاف زجاجي تاني جوه غلاف الزجاجي بتاع الاوضه دي، هتلاقي الحراره زادت ايه بالزبط. اكتر. طيب الكره الارضيه تتحمل قد ايه الحراره لما زادت نتيجه زادت درجات الحراره؟ متوسط درجه الحراره على مستوى الكره الارضيه حوالي 14 15 درجه. فالمتوسط ده لما يزيد بالمعدل هو زاد درجه ونص، اظن درجه ونص لسه. هو لو وصل لاثنين هتحصل مشاكل بالزبط. لو وصل لثلاثه ايه اللي هيحصل؟ الدرجه دي او الدرجه ونص لما يزيد الاثنين، عندنا في القطب الشمالي والقطب الجنوبي عباره عن صفائح زي كانها قد مساحه ليبيا، دوله ليبيا، كتله من الثلج قد مساحه ليبيا بتنزل تدوب في المحيط. لما تدوب في المحيط ترتفع مياه البحار والمحيطات. لو جينا بصينا هنبدا من اول حاجه بقى، ارتفاع المنسوب بتاع الارض ده، ارتفاع المنسوب لغايه 1990 كان حوالي 16 سنتي، فكان ماشي وزن نورمال 16 سنتي في مده حوالي 90 سنه او 100 سنه ما فيهوش تاثير جامد. ولكن لما نيجي نقول في ال 20 سنه اللي فاتت هذا المنسوب يزيد ل 30 سنتي، الافريج بتاعه من كام يا فندم؟ 30 سنتي. من كام؟ 16 يوزن 30، يعني تقريبا الضعف يعني. فمعنى كده ان انت لو استمريت بهذا الضعف لغايه اخر السنه، لمده اخر السنه دي لغايه 2100 السنه دي، فمعنى كده ايه؟ ان انت هتوصل ل 90 سنتي ارتفاع لمنسوب البحر او متر. فتخيل حضرتك هتجيب متر كده وتقف على منسوب الارض اللي على خط الشط وتقول ان البحر هيزيد بهذا الارتفاع بعد 100 خلال 100 سنه. فمعنى كده ايه؟ ان البحر ده لما يجي يزيد هذا المنسوب هيحصل تاكل اكتر للرمله، فهنقول ان الرمله دي كلها هتتاكل من على الشط. هنيجي احنا بعد كده الجزء اللي كان هو موجود الحالي اللي بيتعرض لنحر وترصيب، لا هيبقى مثلا كانه عند حضرتك اللي هتتعرض للنحر والترصيب بعد ما انت كنت وضع مستقر، انت اللي هتعاني من منطقه النحر والترصيب.
لان المياه دخلت لمساحه اكبر. المساحه دي مين اللي اتعرض عليها دول اكتر؟ الدول المنخفضه زي منطقه الدلتا زي اسكندريه. فدي النهارده بقت تعاني للدول اكتر. فالنهارده ابتدت الدوله بتعمل هنا حمايه للشواطئ. يبقى احنا لو فرضنا احنا عندنا مركب بترول حضرتك راحت امريكا وسربت البترول عندهم او عملت مشكله عند مين عندهم، امريكا هتحجز عليها مش هتطلع. فمبارك الدول الصناعيه دي اذت مصر، حملتها مليارات مثال كده، والدول الناميه مليارات هي مش مستحملها نتيجه ارتفاع منسوب البحر. عشان كده بنقول الدول الصناعيه الكبرى لازم تلتزم بالظبط، يعني لازم تلتزم بتعويضات للدول الناميه ومنهم الدول الافريقيه، لان هم ما لهمش ذنب في اللي بيحصل لهم. طيب فدي اول دكتور نقطه. عايزين نفهم الناس التغيرات المناخيه تؤثر ازاي على الحياه البحريه؟ ايه اللي بيتغير؟ هل مثلا انواع اسماك بتنقرض؟ هل هجره للاسماك؟ هدي مثال لحضرتك بسيط جدا. هنيجي نقول الشعاب المرجانيه لمصر، احنا بنتكلم على مصر فمش بنتكلم على الشعاب المرجانيه لمصر، هي تعتبر الثروه القوميه لمصر. صحيح. السياحه 90% من السياحه الداخل القومي بيجي عشان الشعاب المرجانيه، الغوص، سياحه الغوص. مصر الانكم بتاعها اراوند 12 مليار، 12 مليار انكم داخل الاقتصاد المصري. طيب نتيجه التغير درجات الحراره لو استمر هذا المعدل وارتفاع درجات الحراره ايه اللي بيحصل؟ ثاني اكسيد الكربون، الشعاب المرجانيه عشان ندي بس معلومه بتعمل اتزان بيئي، ان ثاني اكسيد الكربون ده لما بينزل في الميه نتيجه المطر بينزل في الميه بيدوب فبيكون حمض، حاجه كربونيك حمضيه، وبيستخدم في الكالسيوم اللي موجود في بناء السكيلتون بتاع الشعاب المرجانيه، يعني بيبني الهيكل بتاع الشعاب المرجانيه اللي هو الكالسيوم كربونيت اللي موجود اللي بينمو اللي هو العمود الفقري بتاع الشعاب المرجانيه كالسيوم كربونيت. فلما نيجي فده اذا هو بينقي الطبيعه، لما نيجي بقى الميه تبقى اسيديتي اكتر، حمضيه بقى اكتر. ايوه. فمعنى كده هيدي نيجاتيف على الكرة الريف. الكرة الريف ده مركز لتجمعات الاسماك. يعني انت يبقى الكرة الريف جزء منه هيتدمر، احنا فقدنا العالم فقد 20% نتيجه تغير المناخ من الشعاب المرجانيه. طب انت جزء من عندك هيحصل له ابيضاض، يبيض. اذا النهارده لو فرضنا سكتنا يبقى الشعاب المرجانيه دي هتتدمر، يبقى السياحه هتتاثر عندنا، يعني معنى كده الثروه السمكيه اللي بتنمو على الشعاب المرجانيه هتقل. اذا انت نتيجه هذا التغير المناخي بيضر اقتصاد الدوله من ناحيه الدخل السياحي، من ناحيه الثروه الحيوانيه. نيجي نتكلم برضو نقطه تانية مهمه جدا في غايه الاهميه على التغير المناخي. التغير المناخي يعني معناها الامطار. احنا لينا معدل، المشكله بيننا وبين دوله اثيوبيا، احنا لينا معدل امطار بينزل نتيجه تغير المناخ، هيحصل فيه جفاف. صحيح. مصر بتعتمد الثروه القوميه للثروه الحيوانيه في مصر بتنتج 2 مليون طن سمك. تمام حضرتك؟ منهم 1.5 مليون استزراع على مياه اللي هي النيل والجزء اللي استزراع السمك. 1.5 مليون دول محتاجين قد ايه ميه؟ لو فرضنا ان 1.5 مليون دول محتاجين حوالي المساحه الفدان الافريج 4 يعني 4 طن، فاحنا بنحسبها ببساطه كده يبقى مصر محتاجه 35 مليار متر مكعب ميه. طيب المليار متر مكعب ده اللي بيحصل ايه؟ ده نتيجه تغير الميه، يعني تغير الميه جوه الحوض بتاع السمك. لو فرضنا ان مصر ما عندهاش ال 35 مليار متر مكعب دول، اذا الثروه القوميه لاستزراع السمك هتنهار. اذا ده سبب تحدي تاني لهذا الوضع. النهارده هجره الاسماك وضعف الانتاج السمكي في البحر، قلت ان في هجره اسماك من البحر الاحمر المتوسط، البحر المتوسط نتيجه تغيرات درجه الحراره. ليه؟ لان هو البحر الاحمر تختلف درجه حرارته عن البحر المتوسط؟ ما منسوب حضرتك الحراره بترتفع واحنا في الجنوب وهو اكثر ملوحه. بالظبط. الملوحه والجنوب بيتغير، زائد الاسيديتي بتاعته بتزيد، فاوتوماتيك في بعض الاسماك ما تتحملش، زي ما حضرتك تقدر تقول حضرتك زي انسان عايش في اوروبا بيتحمل درجه حراره معينه، لما يجي يعيش في الصعيد ما يتحملش درجه الحراره. طبعا لازم يرجع مركز هذه التغيرات. فطبعا في عندنا مشروع كامل لهجره الاسماك من البحر الاحمر لبعض الاسماك، ابرزها اسماءها زي اسماك سبيشيز، يعني بعض الاسماك سبيشيز زي اسماك الارنب والحاجات كتيره، نوع من انواع الارنب اللي بتهاجر من هناك، زي عمليه الهجره بتاعت جزء من الجمبري والحركه في قناه السويس اللي تركيزات الانتاج بتاعهم بيضعف.
فاحنا بنبص للنقط دي كلها بالنسبه لهجره الاسماك. هنيجي برضو حضرتك المحاصيل الزراعيه، طب لما منسوب البحر يزيد خلال 100 سنه متر، معنى متر يعني الميه، الميه المالحه هيحصلها تداخل مع المياه الجوفيه الفريش في الدلتا، يعني مناطق الدلتا دي هتلاقي حضرتك على الساحل تلاقي ايه الملاحات، فالمنسوب لما يعلى هيذوب هيزيد مستوى تاثير الميه المالحه داخل منطقه الدلتا، هيأثر على المناطق الزراعيه. تحدثت عن قناه السويس. نعم تحدثت عن قناه السويس، نوعيه الـ يعني الرصد البيئي اللي حصل، نوعيه المياه، الرواسب، حركه الكائنات البحريه هناك، ونقاط اتصالها بالبحر المتوسط. هو حضرتك هو الهجره بتبقى من خلال قناه السويس، الممر المائي بتاع قناه السويس، وفي مشاريع احنا بنعملها لهيئه قناه السويس، مشاريع يعني بحثيه يعني مشاريع بحثيه، ودي شغاله لغايه هنا عمليه مونيتورنج لبعض الـ اذا كان في حاجات مونيتورنج ليها وبنرد على لو اي في اتهامات ونلاقيها غلط بنرد على الجهات الدوليه، يعني في بعض اتهامات مثلا على اندير البحر لا نقول لا ده ما فيش هجره، ده اندير البحر اللي حصل في البحر المتوسط نتيجه اسباب ثانيه وليس له علاقه بالهجره، فده البرنامج بيظهر الحقيقه، برنامج البحثي دوت. بالنسبه برضو احنا في برامج بحثيه بندرس فيها عمليه الاطماء لبعض المواني، الدراسات اللي بتتمي والتطوير للمواني البحريه يعني في دراسات بتتم من عين السخنه، فدي دراسات المعهد القومي بيقوم بيها لمعظم يعني متداخل مع معظم الوزارات، وزاره البترول المونيتورنج بتاع المنصات البحريه والانشاء خطوط البايب لاين بتاعه البترول والغاز، يعني هاي الثروه السمكيه ازاي نزود الانتاجيه، البيئه، البحيرات، الاتزان البيئي للبحيرات. يعني مركز علوم البحار والمصائد لو حطينا كده في 5 نقاط ماذا رصد؟ عايزين نعرف معلومات محددة، ماذا رصدتم تأثير التغيرات المناخية على البحار والمصائد المصرية؟ 1 تأثيره على الشعاب المرجانية ده تم رصدها، تأثيره حد في رقم هنا في الشعاب المرجانية؟ احنا في أجزاء مناطق فيها تأثرت بنسبة موجود فيها تأثير، يعني ما نقدرش يعني ما تقلش عن 5% من المساحة. تمام، مساحة أبرز الأماكن في الشعاب المرجانية ايه؟ في منطقة القصير، القصير اللي اتأثرت في منطقة القصير، فدي حاجات زي حضرتك على بعض حضرتك نقط تانية، حجم المخزون السمك في البحر المتوسط بيقل، يعني مش الصيد، فده برضو بتأثر عملية الصيد بتاع الأسماك في البحر المتوسط. عند حضرتك عملية ارتفاع المنسوب على سواحل الإسكندرية ده بنرصده حضرتك، وعلى السواحل الساحل الشمالي تأثيره ايه وتدخله مع الدلتا ازاي، والبحث على منسوب ارتفاعه داخل المياه الجوفية، فده احنا شغالين فيه برضو حضرتك. برضو حضرتك على بعض النقط اللي هي بنتكلم عليها، يعني المعهد القومي للعلوم البحار النهاردة نتيجة التعاون الدولي برضو هو عملنا الرود ماب بتاعت الاي او سي بتاع افريقيا، اللجنة الدولية للمحطات اللي اليونسكو لكل الدول الافريقيه، الدول الافريقيه 56 دوله. ايوه. فاحنا نتيجه ان احنا الفوكال بوينت مع اليونسكو هنا في المعهد القومي للبحار، فاحنا عملنا المؤتمر كان في مايو اللي فات للدول الافريقيه، كان شارك فيه معظم الدول الافريقيه واليونسكو وبعض الدول الاوروبيه وامريكا. طيب دكتور حضرتك تحدثت عن نقطه هامه هي مساله الملف البحيرات ودور المعهد في مساله اعاده التوازن البيئي في البحيرات. لو حضرتك توضح لنا ده اكتر. هو ايه الفكره من اعاده التوازن بين البحيرات؟ يعني زي فخامه الرئيس قال ان احنا عايزين البحيرات دي زي الكتاب ما بيقول. طب يعني ايه زي الكتاب ما بيقول؟ يعني البحيره ترجع حضرتك لو واقفه على شط البحيره عايزه تشوفي بحيره نظيفه. زي ما شفنا في تطوير بحيره المنزله مثلا والتغير يعني الكبير اللي حصل هناك. بالظبط كده، يعني انت النهارده عايزه تشوفي مكان جميل وسيفتي. ولو حد نزل يصطاد جوه البحيره الناس عايز كمان تعرف تشوف اكل عيشها لانه كان ما كانش فيه اصلا صيد يعني. تمام سعادتك، عايز يشوف حوالين البحيره مكان جميل. يعني انت العين عايزه تشوف مكان جميل داخل البحيره، وفي نفس الوقت اللي هيعمل اي ميزه جوه البحيره او يعمل اكتيفيتي عايز يشوف خارج البحيره مكان جميل. في نفس الوقت ده هو الفكره ببساطه، الاتزان البيئي، يعني الناس لما تعيش ساتسفاي نفسيا وتشوف حاجه جميله
فالناس بتبقى ساتسفاي بوضع بيئي مستقر، لان هنا ده الميه دي بتعمل اتزان بيئي. يعني مثلا الناس اللي عايشه في الصحراء تختلف البيهيفير بتاعها عن اللي عايشين على البحيرات او البحار، لان السلوك الاستريس عليهم. فبنيجي ادي جزء. الجزء الثاني النهارده، هل احنا هنفضل الدوله طول النهار تعمل تطهير وتكريك وتصرف مليارات بدون عائد؟ ده سؤال مهم. النهارده الدوله النهارده تحملت اعباء ماليه رهيبه في تطهير البحيرات واعمال البوجاز. فالاتزان البيئي ان المفروض البحيرات دي تجيب كمصدر اقتصادي، تجيب انكم جامد للدوله، تقدر هي تبقى اندبندنت على نفسها. فهو ده اللي احنا بنشتغل عليه. يعني مثلا اليات العمل على ده ايه يا فندم؟ نعم، اليات العمل على ده ايه؟ احنا حضرتك هنعمل مؤتمر ان شاء الله، ونتشرف حضراتكم على المؤتمر عن البحيرات بعد ان شاء الله مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ في اخر السنه. هنعلن عنه ونعلن كل البوتنشال. يعني تيجي مثلا حضرتك بحيره قارون، الثروه السمكيه حصل لها انهيار جوه في بحيره قارون لاسباب كتيره، لاسباب حاجات كتير جدا. صحيح. فاحنا النهارده ازاي البحيره دي ترجع كمصدر انكم لثروه سمكيه، ودي ميه مش متجدده كمان. بالظبط. يعني احنا النهارده بنفكر ازاي الميه نتيجه، احنا طبعا مش هنقول ايه السبب ومش مين اللي يتحمل، مش لكن عايزين حلول للتغلب على هذا. يعني احنا بنبص، احنا دلوقتي كبحث علم او معدن البحار، لو ما قدمناش احنا حلول للدوله يبقى معدن البحار ملوش لازمه. شفنا برضو الاسماك النافقه في كفر الشيخ لو تفتكر، من كام سنه اللي ماتت على الشط، وكان كانت يعني وسائل اعلام كتير اتكلمت عن هذا الامر. يعني اذا عندنا عدد من التغيرات، هتعملوا بقى ايه في شرم الشيخ؟ الرسالة السياسية مش السياسية، هنقول العلمية أو البحثية لمعهد العلوم. بالظبط كده حضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اللي بيدير هذا الملف طبعا من ناحية البوليسي هي وزارة الخارجية. طبعا. ووزارة البيئة بتدير الملف كتكنيكال. طبعا. في طبعا لجنة وزارية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء فيها كل الوزارات، فالمعهد القومي للعلوم البحار بيشتغل في تو تشانل، من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمجموعه بتحضر الايفنتات مع المعاهد البحثيه اللي هتتقدم في كوب 27. كويس. في نفس الوقت احنا بنشتغل في اتجاه تاني مع الامم المتحده ومع اليونسكو في الايفنتات اللي هتتعمل للدول الافريقيه اللي هتعرض في 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 كوب 27. فاحنا المعهد القومي للبحار بيشتغل في برامج هتتقدم من خلال وزاره التعليم العالي للكوب 27، اللي هي البرامج اللي احنا هننفذها. مثلا عايزين ننفذ برنامج لحمايه الشعاب المرجانيه، عايزين ننفذ برنامج حلول يا دكتور عمرو لما حدث وللحد من اثار التغيرات المناخيه. بالزبط. على الشواطئ المصريه. يعني برضو حضرتك في بعض المشاريع ان احنا بنلاقي مثلا ان الدول بتعتمد بنسبه 60% على البترول والغاز في الطاقه، فالنهارده الدوله بتدور على الهيدروجين الاخضر. صحيح. يعني مجموعه برامج وملفات احنا بنعرضها ساعة. ستناقش هذه البرامج والملفات في كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور عمرو زكريا حموده، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.